آخر تشير إليه الروايات، تشير إليه الآيات المباركات بجواز النكاح والزواج في اليتيمات ذوات الأموال إذا اطمأن الإنسان من نفسه أنه سيكون مقسطا وعادلا ولن يصادر أموالهم. هنا لابد أن نسأل، هناك تأكيدات كثيرة من قبل المشرع الإسلامي على اليتيم، لماذا؟ الجواب على ذلك أن أي مشرع حكيم عندما يلقي نظرة على المجتمع يشوف في هذا المجتمع فئات، من فئات المجتمع من هم الأقوياء والمتغلبون والذين يستطيعون الدفاع عن مصالحهم وقضاياهم بلسانهم بسنانهم بيدهم، هذا ما يحتاج إلى كثير من الضمانات. ليش؟ لأنه هو قادر على تحصيل حقه. ينظر إلى فئات أخرى بطبيعة وضعها الاجتماعي هي تعيش حالة من الضعف والانكسار، فيقوم بجعل بعض الضمانات القانونية لتقوية موقف هذه الفئات الضعيفة، مثل النساء، فيجي يقول رفقا بالقوارير، يجي يقول لقد ما زال يوصيني جبرائيل يوصيني بالنساء حتى ظننت أنه لا يحل طلاقهن إلا من فاحشة مبينة، يجي يقول اتقوا الله في الضعيفين المرأة واليتيم، فيرى أن هذه المرأة في موقف هو بطبيعة الحال ليس الموقف الأعلى ليس الموقف الأقوى، يضع ضمانات، عاشروهن بالمعروف لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يقرر المهر في شأنها لأنه لو خسرت بالزواج شيئا لا أقل قد ربحت مقدارا من المال تستطيع به أن تقيم حياتها، فيضع مجموعة من التشريعات القانونية اللي تحمي هذا الموقف الضعيف للمرأة. وكذلك بالنسبة لليتامى، اليتيم وضعه النفسي والاجتماعي وضع منكسر، أنت عندما ترجع إلى منزلك في الليل يرجع إليك أبناؤك يشعرون أنهم قد عادوا إلى مرفأ، عادوا إلى ملجأ، استندوا إلى ظهر، بينما اليتيم يرجع إلى بيت لا يحتضنه إلا جدران أربعة، يشعر بالضعف، يشعر بعدم الانتماء، يشعر بالانقطاع والانفراد. هنا يحتاج إلى بعض الضمانات القانونية من المشرع وبعض التوجيهات الأخلاقية، توجيهات أخلاقية كثير، من مسح على رأس اليتيم كان له بكل شعرة تمر عليها كفه حسنة أو درجة، أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار إلى الوسطى والسبابة، يعني منزلة متقاربة في الجنة، أي توجيهات أخلاقية. لكن أنت تعلم أن التوجيهات الأخلاقية لا تنتهي إلى نتيجة ما لم تتحول إلى قانون تشريعي يلزم به الإنسان وتوجد هناك جهة قائمة على تطبيقه. لذلك جاء مجموعة من القوانين ولم يكتفي بالتوجيهات الأخلاقية. وآتوا اليتامى أموالهم